كسرهم 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 كسرهم، الله اكبر، كسرهم. هجوم لمن وصفوا ببلاطجة النظام على المحتجين في ساحة الحرية في تعز. الهجوم سبق اكتساح قوات الأمن ومسلحين من أنصار الرئيس اليمني للساحة. قال شهود عيان إن النيران أطلقت في كل اتجاه. سقط العشرات بين قتيل وجريح، وأحرقت خيام المحتجين، كما جرف المستشفى الميداني الذي أنشأه المحتجون لمعالجة المصابين. مصادر محلية قالت إن قوات الأمن استمرت في مطاردة المتظاهرين في أحياء وأزقة المدينة طوال ساعات الليل وحتى ظهيرة اليوم الاثنين، فيما تحدث آخرون عن اعتقال المئات وفقدان أثر العشرات منهم. محاولة إنهاء التظاهرات السلمية على هذا النحو أثار مخاوف أوساط مختلفة داخل وخارج اليمن من احتمال دفع المتظاهرين إلى إنهاء سلمية احتجاجاتهم وحمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم. إذا لم يتدخل العرب أولاً والإقليم ثانياً وثالثاً المحيط الدولي سريعاً لإجبار علي عبد الله صالح بالخروج على السلطة، على الشعب أن ينتقل للمواجهة المسلحة، لأن هذا الرجل استباح دم الشهداء، استباح دم أبنائنا، قتل الناس بدم بارد. الهجوم على ساحة الحرية في تعز أثار سخطا واستياء واسعين في بقية ساحات وميادين التظاهر التي تتهيأ للخروج في مسيرات كبرى للتنديد بما جرى. نقول حسبي الله عليك يا عبد الله صالح، وحسبي الله ونعم الوكيل على دول الخليج، وضماناتهم هي التي سمحت لك لتوصل لهذه الدرجة، توصل لهذه الدرجة حتى تقصم أبنائنا في تعز. كلنا تعز، كلنا تعز، وكلنا زنجبار. علي عبد الله صالح هو السبب في هذا كله، لكن نقول حسبي الله عليه، حسبي الله عليه. فشباب تعز وأبناء تعز صامدون. يتوقع بعض المراقبين أن تشهد الأيام وربما الساعات القليلة القادمة تصعيدا نوعيا من قبل جماهير الانتفاضة الشعبية، قد يكون من بينها وقف التظاهرات ورفع الاعتصامات والتحول إلى وسائل مواجهة وضغط أخرى للحؤول كما يقولون دون تمكين الرئيس اليمني من تفجير الوضع في البلاد. أنور العنسي، بي بي سي.